نمضي بك إلى آخر لحظة، ومنها نقرأ إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل للتحقيق معه في أحداث 21 أكتوبر. أوقفت قيادة الشرطة على خلفية الأحداث التي صاحبت موكب 21 أكتوبر بشرق النيل كل من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوى التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة العامة عقب مقتل شابين. وقال والي الخرطوم أيمن النمير في بيان له أمس إن مكتب رئيس الوزراء أبلغه بالخطوة وأنهم في مجلس الوزراء يتابعون القضية لحظة بلحظة للوصول للذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة إلى سوح العدالة. اعتصام الجريف، يعني ما هو تعليقك بدلا الأحداث التي صاحبت 21 أكتوبر وأدت إلى اعتصام الجريف الذي تنقلته الوسائط والأخبار يعني مؤخرا؟ ابتداء دعنا نترحم على الشهيد محمد عبد المجيد ورفيقه الذي انتقل إلى رحمة مولاه والتعازي لأهل الجريف، لهم الرحمة والمغفرة. نعم، الحادث الجديد في الأمر أن اليوم صباحا أعلنت لجان مقاومة الجريف رفع الاعتصام وفتح جسر المنشية الجريف وللمارة، وقاموا بنظافة المنطقة بصورة مرتبة جدا جدا. عبور السيارات الآن يمضي بصورة جيدة جدا. لكن عودة إلى الأحداث، الوالي في بيانه تحدث عن أنه وضعوا خطة متكاملة مع الأجهزة النظامية الأخرى ليلة 20 حتى يتفادوا أي حدث يحدث للمواكب ومراقبة المواكب. حسب معلوماتنا أنه تم الترتيب مع الشرطة، تم عد الطلقات الموجودة في كل بندقية، عد كمية الغاز المسيل للدموع، كل فرقة من فرق الجنود برفقتها وكيل نيابة غير مسموح لها بإطلاق النار إلا في أضيق الحدود عندما تتعرض إلى هجوم فقط. وهذا يبدو أنه لم يحدث في مسألة الشهيد محمد عبد المجيد والشهيد الآخر. بالتالي لجان المنطقة بتتهم مدير شرطة المحلية وقائد الفرقة اللي كانت فيه النوم استعملوا الرصاص. طالبت اللجان بإغالة مدير الشرطة وقائد الفرقة والتحقيق معاهم فورا. والي الخرطوم كان منذ فجر 21 مع قيادة الشرطة في كاميرات مراقبة لكل العاصمة. الحادثة دي كانت حادثة كبيرة وشنيعة. الإجراء اللي اتخذوه في اليوم التالي مباشرة أنه طلبوا إعفاء مدير الشرطة من منصبه كمدير لشرطة شرق النيل وقائد الفرقة وتحويله للتحقيق. النائب العام أخطر الوالي بأن كون لجنة للتحقيق في الأمر، ورئيس الوزراء أخذ علمه وأخذ موافقته وأصدر توجيهه للسيد وزير الداخلية لإعفاء الرجل. طيب، يعني ما رأيك في الطريقة التي أدارت بها حكومة ولاية الخرطوم هذه الأحداث؟ أنا بفتكر أنه الحكومة حاولت في ولاية الخرطوم أنه تستبق الأحداث، خصوصا أنه كان في دعوات من أطراف أخرى من الفلول، كانت في دعوات للخروج، برضو كان في مخاوف أمنية من أحداث لا يستطيع السيطرة عليها، اضطروا لاستخدام الطريق الأصعب وهو إغلاق الجسور، وده تسبب في مشاكل كثيرة للمواطنين. كان في ناس عندهم سفر مواعيد طيران، في ناس عندهم غسيل كلى، مرضى وغيره يتعرض دور صحف كثير تعرضت لمشاكل لأنه المطابع لم تستطيع نقل الصحف. بالتالي الدواء المر الذين استخدموه مع المراقبة الكاملة من قبل الشرطة بالكاميرات مع الترتيب كان هو السيناريو الأمثل في رايهم. لكن خروج هذه الرصاصة إلى رأس الشهيد محمد عبد المجيد غلبت الأمر رأسا على عقب. طيب، يعني ذكرت الاعتصام، يعني يتساءل الكثيرون بأن هذا الاعتصام ربما سبب كثير من الضيق على شرق النيل، سكان شرق النيل، وصدرت شكاوي عديدة بهذا الصدد. ألم يكن بالإمكان الاحتجاج بطريقة أخرى؟ يعني يتساءل البعض. دون شك الأفضل والأمثل والأكثر احتراما وتقديرا للمواطن أن يتم الاعتصام في أحد الميادين، وليس إغلاق جسر يمر به عشرات الآلاف من البضائع والمنتجات والمواطنين والعاملين والغيرهم. أنا أمس كان يشتكي لي أحد جراحي العظام من أنه
خرج في 6 فجرا ليلحق بعمليات معقدة في مستشفى شرق النيل ولم يستطع الوصول إلا عقب 4 ساعات، ولك أن تقيس على هذا المثال. فكان الأمر خطأ كونه يكون في المكان ده، كان ممكن يكون في مكان تاني، لكن هم في حقيقة الأمر قدموا اعتذار واجب اليوم صباحا. أرسلت لجان مقاومة الجريف اعتذار لمواطني الخرطوم عن هذا الحدث، وبرروا هذا الأمر بأنهم اضطروا لاستغلاق الجسر حتى لا يحدث إطلاق نار لمواطن آخر. أنا بفتكر أنه كان إغلاق الكوبري خطر، لكن تبريرنا اليوم مقبول والتعازي لهم، وخصوصا أنه الجسر انفتح. طيب يعني لكن هنالك ربما يقول آخر بأن الدولة أو الحكومة الانتقالية لا تسمح حتى يتكبد مواطنيها المشاق بالاعتصام، وربما هنالك أمثلة كثيرة جدا ولائية ويعني داخل العاصمة أيضا كذلك. لا يعني لو كان الاعتصام ده في مكان ثاني لتحقيق المطالب كان مثلا وين يعني؟ نفس المنطقة بتاعة شرق النيل فيها العديد من الميادين الكبيرة، ونحن نازلين من الجسر كان يمكن أن يكون يمينة وترفع أعلام وتقام مخاطبات وحديث وكذا، وكانت نفس الأحزاب اللي بتتكلم حسا ما كانت ممكن تدعم المواطنين هؤلاء الشباب الخارج هؤلاء. والي الخرطوم عنده حساسية سياسية منذ اللحظات الأولى، ذهب إلى منزل الشهيد وقدم التعازي وأخبر والي الشهيد أن حتى لو أنتم تنازلتم عن حقكم لن نتنازل عن حق هذا الشهيد وسنصل بالأمر إلى نهايته. طيب يعني ما هو المطلوب من الجميع، الشرطة، حكومة الولاية، القوى السياسية، بشأن وسائل الاحتجاج والمسيرات والمواكب؟ يعني متى يتوقف هذا الدم؟ القوى السياسية التي تدعو الشارع إلى الخروج ليست بقوة سياسية حزبية، بل هي منظمات ثورية. الحزب السياسي يدرك أن أدوات العمل السياسي تختلف عن تأجيج الشارع وسقوط الشهداء وتفرق دم الشباب الكرام. الحكومة عليها إعادة ترتيب الشرطة وإدخال عدد من الدورات عن حقوق الإنسان، عن عدم إطلاق النار، عن التعامل مع المواطن. المطلوب في مناهج الشرطة إنها تتوفر حتى لا تحدث مثل هذه الحادثة. المواطنين نفسهم يتوجب عليهم عند ما يريد الاحتجاج أن يتبعوا الطرق المثلى التي لا تضر بالآخرين، فحريتك تنتهي. شنو الطرق المثلى؟ يعني الطرق المثلى ميادين محددة للاعتصام يكون فيها، تتوفر فيها كل المقومات، المخاطبات الغيره. لكن عندما تغلق جسر فأنت استغليت حريتك في انتهاك حريتي أنا. فالطرق المثلى أنه أنت لا تنتهك حرية الآخرين، تحتج وتعتصم وترفض دون أن تضر الآخرين. ودي رسالة مهمة جدا جدا في الاحتجاجات، أنه حتى تكسب تعاطف الآخرين عليك أن لا تتسبب لهم بالضرر. دي رسالة مهمة.